الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واجعل نياتنا خالصة لذاتك، وارزقنا حسن الحال وحسن الختام وحسن النية. أذكر نفسي وإياكم باستحضار النية لله عز وجل وبنية الاعتكاف. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله تبارك وتعالى خلقنا وكلفنا وسيسألنا وسيسأل الإنسان عن سمعه وبصره وعن سائر جوارحه، بل سيسأل عن فؤاده، والفؤاد هو القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن أردت أن تبتعد عن المحرمات فاعرف أن الذي يقودك إلى ذلك هو قطعة في جسدك، مضغة. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغ، بقدر ما يسع في فمك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا وإن في الجسد مضغة، أي عضو صغير بحجم اللقمة. والمقصود به شو؟ الرسول بيّن في نهاية الحديث: ألا وهي القلب. قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فمن أراد أن تصلح جوارحه، أنه يكون إيده صالحة وتعمل في الصلاح، عينه، سمعه، يده، رجله، فعليه أن يسعى لإصلاح قلبه. كلامنا اليوم تحت عنوان ماذا؟ صلاح القلب والقالب. القلب معروف عم نحكي عنه، القالب هو هذا جسمك كله اسمه القالب. فاعلم أن في صلاح قلبك صلاح، لماذا؟ لقالبك. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، لأن القلب هو أمير الجوارح، هو الذي يأمرها. فإذا فسد القلب فسدت الجوارح. إذا فسد القلب، ركزوا على الدرس يا أحبابنا، عم تشوشوا هيك. إذا فسد القلب فسدت الجوارح، فماذا عليك أن تفعل؟ شو بدك تعمل؟ بدك تسعى لصلاح قلبك.
كيف بدك تسعى لصلاح قلبك؟ صلاح القلب الذي به يصلح الجوارح والجسد يكون بتقوى الله. عليك أن تنظر إلى قلبك، عليك أن تهتم بقلبك، لأن القلب ليس فقط أمره شأنه العشق والغرام. في بعض الناس نفكر لما تقوله قلب شو يعني، بيروح فكره دغري للقلب الأحمر والعشق والغرام. في بعض الناس نفكر أنه هيدا وظيفة القلب. القلب هو أمير الجوارح، الجوارح كالرعية وهو كالملك، هو يأمرها. إذا كان قلبك صالح فجوارحك ستتحرك وتعمل في الصلاح. إذا فسد القلب فترى الجوارح بماذا تفعل وتتكلم وتسمع وترى بالفساد. فعلى الإنسان أن يسعى إلى إصلاح قلبه. بعض الناس يهتم بكل شيء إلا بقلبه، هذا مغفل. في بعض الناس يهتم بشعراته، بشواربه، بلحيته، ببنطلونه، بصباطه، بكلساته، وتارك قلبه. هذا ما فهم ما هو الأهم في جسده. قبل أن تهتم بشعراتك، بثيابك، بأكلك، بشربك، اهتم بشو؟ بقلبك، بإصلاحه. لأنك لن تصل إلى الاستقامة إلا بصلاح قلبك. كيف يصلح هذا القلب؟ كيف يصلح قلبك؟ له دواء. القلب له دواء، له علاج، له ما يصلحه. تقوى الله هي دواء القلب وصلاحه وإصلاحه. شو يعني تقوى الله؟ يعني فعل الواجبات واجتناب المحرمات، هذا دواء القلب. علم الدين دواء للقلب، حضور مجالس علم الدين والإخلاص فيها، قاعد شو مركز، عم تتسمع مخلص نيتك لله، هذا يساعد على إصلاح قلبك، فهذا دواء للقلب. مجالسة الصالحين، أن تجلس مع مين؟ مع الصالحين مش مع الفاسقين، مع الصالحين مش مع الكافرين. مجالسة الصالحين دواء للقلب. قيام الليل دواء للقلب، صيام النهار دواء للقلب، قلة الكلام، قلة الكلام وأن تشغل لسانك بذكر الله، هذا دواء لقلبك، هذا علاج، بذلك تداوي قلبك. كثرة الصلاة، أكل الحلال، تحري الحلال، فهذا مما يصلح قلبك. هذه أمور على الإنسان أنه يهتم بها. ترى من الناس يريد النجاة، شو بتلاقيه؟ بدل أن يفعل هذه الأمور التي تصلح قلبه، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، تراه تارك هذه الأمور، فرائض تارك، حرام واقع، علم بعيد من العلم، بل يفر من العلم. مجلس علم شو بتلاقيه؟ بيروح عنه، لا يحضر. تطلع على صحبته ما فيهم صالح،
ذكر لسانه كالحجر على الذكر لا يذكر الله، لا يكترث شو عم ياكل، شو عم يدخل لبطنه. فهذا شو بيصير بقلبه هذا؟ فهذا يصل الإنسان بذلك إلى موت القلوب، أو مات قلبه، أو صار عمى القلوب. في شيء اسمه عمى القلوب، كما جاء في القرآن الله تبارك وتعالى قال في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. التفكر في مخلوقات الله هذا يصلح قلبك. أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في بعض الناس بيوصل إنه شو صار قلبه؟ أعمى، عنده عمى قلب، في عمى عيون وعمى شو؟ قلب. فعلى الإنسان أن يعرف نظر القلب معناه التفكر. نظر القلب شو معناته؟ تتفكر بنفسك، تتفكر. الله قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تتفكر بنفسك، تتفكر بما جعل الله لك، تتفكر بما طعامك اللي بتاكله وتتعب عليه برمضان. الناس في البعض بيبقى ساعتين عم بيحضر الطعام، وثلاثة وأربعة وخمسة، طيب بعدين أكلت الطعام شو صار فيه؟ يتحول من بعد ما دخل لتمك، بتقرف تفتح تمك قدام المراية، مع أنه قديش روح من وقته على شو؟ تجهيزه، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مطعم ابن آدم مثلا عن الدنيا. الدنيا كلها إلى زوال، وأسرع ما يتغير الطعام، فضرب مثال عن الدنيا كلها. قال: فهو وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. قد ما جهزته وجهزته، حطيت له بهارات وكذا، وحطيت عرق الأخضر والفجل الحمراء والزيت ورشة كمون، وبعدين فانظر إلى ماذا يصير. هذا اعتبار مطلوب إنسان يعتبر، أن تعتبر بمن مات، بمن سبقك، أن تعتبر إذا مررت بمقبرة، مش بتروح تعمل هناك بيكنيك. بعض الناس لك مقبرة وفيها خضار، بيروح بيعمل هناك شو؟ سيران، ما بيعتبر القبور حواليه وقاعد شو عم يشوي ويقلي وكذا ويأكل. فعلى الإنسان أن ينظر نظر القلب. نظر القلب شو هو؟ التفكر. تنتفع به؟ نعم. يصلح قلبك؟ نعم. تفكر في مخلوقات الله هذا ينفعك. أما في تفكر ممنوع، ما هو؟ التفكر في الله. التفكر في الله ممنوع، ليس لك. الله لا يدرك بالوهم ولا بالفكر، حاشا لله. وقال شيخنا رحمه الله: عمى القلب نوعان، في عمى قلوب نوعان، شو هن؟ قال: الجهل بالإسلام، هذا عمى قلب. يعني من هو جاهل بدين الله الذي هو كافر به؟ فهذا شو بيكون؟ قلبه أعمى، مع أنه عيونه شو؟ فتحين. والجهل بالحقوق التي هي دون ذلك، هذا أيضا من عمى القلب. قال: كل يقال له عمى القلب. الجهل بالإسلام، الجهل بحقية الإسلام، الجهل بالحقوق، بالواجبات التي هي دون ذلك، فهذا يسمى شو كمان؟ عمى القلب. فإياك أن توصل لعمى القلوب أو موت القلوب، فخسارتك كبيرة.
أما المسلم قد يكون عيونه عمي، عيونه ما بيشوف فيها، ولكن قلبه عامر بالإيمان بالهدى، فهذا لا ضرر عليه. في بعض الناس بالعكس عيوننا مفتحين بس قلبهم شو؟ أعمى. فعليك بإصلاح قلبك، حافظ على ما يصلح قلبك، سماع القرآن، وشو لنا نحن التفكر بمخلوقات الله، مجالس العلم، ذكر، صلاة، صيام، قيام في الليل، أداء الواجبات، اجتناب المحرمات، هذا يصلح قلبك. صلاح القلب كما ذكرنا يكون بفعل الواجبات، وصلاح القلب يؤدي إلى نتيجة شو هي؟ صلاح الجوارح، صلاح القالب. ومن الواجبات شيء اسمه الواجبات القلبية، الصلاة شو؟ فرض، الصيام فرض، الحج فرض، الزكاة فرض. في بعض الناس يقولوا كمل بيوقف. طب ركز معي لحتى تعرف شو فيه بعد واجب. راح نتكلم عن قلبك وما يجب عليه، قلبك وماذا يجب عليه، لأنه مثل ما ذكرنا القلب مش بس وظيفته أنه يحب ويعشق، في أعمال للقلوب هي واجبة، فرض عليك تتعلمها وفرض عليك شو تعمل؟ تفعل الواجب. كما أنه من أعمال القلوب ما هو حرام، فرض عليك تتعلمها وفرض عليك شو تعمل؟ تتركها. ومن أعمال القلوب ما هو كفر. انتبهنا؟ يعني شو تبين معك؟ أنه القلب مش بس قصة شو؟ مش قصة بس القلب الأحمر والسنجل بيحطوا لك سهم بالنص جرحوه، بيقول لك قال شو. فالقلب من أعماله ما هو واجب، ومن أعماله ما هو شو؟ حرام، ومن أعماله ما هو شو؟ كفر. فبدك تتعلم هذا وهذا وهذا، تتعلم ما هو الواجب من أعمال القلوب لحتى لي تفعل ذلك وتلتزم به، وتتعلم ما هو الحرام واللي هو موضوع درسنا بكرة من أعمال القلوب لتترك ذلك، تتعلم ما هو الكفر، وحكينا عن الكفر الاعتقادي لكي تتجنب ذلك، لأنه إذا مت على الكفر تصل إلى جهنم ولا تخرج منها أبدا. شوف منا خسارة. وهذا أيضا من أعمال شو؟ القلوب. فنتكلم اليوم عن الواجبات القلبية. اعرف واعلم أن أفضل واجب على الإطلاق هو محله القلب، وهو الإيمان بالله، وهو أول الواجبات، وهو أهم وأفضل وأعلى الواجبات. ماذا قال الرسول؟ أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. والإيمان وين بيكون؟ بالقلب، مش بأصبعك، بقلبك يكون. فأفضل عمل على الإطلاق وأفضل الواجبات في القلب يكون. فعليك أن تؤمن. لما نقول للمسلم أن تؤمن شو يعني؟ أن تثبت على الإيمان، لأن المسلم لا يكون مسلما إذا ما كان يؤمن بالله. من لا يؤمن بالله هل بيكون مسلم؟ طيب الإيمان بالله فقط، رح نستعين بالإيمان فقط، أنه بس يقول بلسانه أنا أؤمن بالله؟ لا، الإيمان أن يؤمن بالله على ما يليق به. هذه الكلمة قديش صغيرة؟ تختصر كل ما يتعلق بأمر الإيمان،
أن تؤمن بالله على ما يليق به. تختصر كلامنا عن صفات الله، ماذا يجب لله من الصفات، ماذا يستحيل على الله من الصفات، ماذا يجوز في حق الله، هذا تختصره بعبارة واحدة. شو بنقول؟ أن تؤمن بالله على ما يليق به، هذا أصل الواجبات. ليش بيقولوا عنه أصل الواجبات؟ لأنه لولا هذا الواجب ما صلى من صلى. المصلي لماذا يصلي؟ إيمانا بالله، لأن الله فرض عليه فيؤمن بالله ويؤمن بفرضية الصلاة فيصلي يؤدي هذا الواجب. فالإيمان هو الذي جعله شو؟ يصلي ويؤدي ما فرض الله عليه. فلذلك الإيمان بالله هو أصل الواجبات وأول وأحب وأفضل الواجبات، ومن دونه الله لا يقبل أي عمل صالح. الإيمان بالله أن تعتقد جازما بوجود الله تعالى، أن الله موجود لا تشك في وجوده طرفة عين، وأنه موجود على ما يليق به، تؤمن به أنه موجود على ما يليق به. شو يعني على ما يليق به؟ أي أنه موجود بلا كيفية ولا كمية. شو يعني بلا كيفية؟ الكيفية كلمة تختصر كل صفاتنا، كل صفات البشر شو اسمها؟ كيفية. الكيفية عن الله وعن صفاته منفية، هكذا قال الأكابر. الإمام أبو سليمان الخطابي، من هو أبو سليمان الخطابي؟ البيهقي سامعه؟ إيه، هو بيكون شيخه. أبو سليمان الخطابي شو قال؟ قال الكيفية عن الله وعن صفاته منفية. بس هو اللي قال هيك؟ لا، كل إمام. اسمع ماذا قال الإمام مالك، قال ولا يقال كيف عن الله، قال وكيف عنه مرفوع. وفي رواية شو قلنا امبارح؟ وكيف عنه غير معقول، يعني مستحيل في حق الله الكيف. انتبهنا؟ سيدنا علي ماذا قال؟ إن الذي كيف الكيف لا كيف له. إن الذي كيف الكيف لا كيف له، شو يعني؟ يعني الذي خلق الأشكال والصور والحركات والسكنات والطول والعرض واللون والسمك، كل هذا اسمه كيف. أعراض الأجسام، صفات الأحجام، كلها تختصرها بكلمة كيف. مش قاعد أنت، هذا كيف. قبل شوي كنت برا وجيت، هذا كيف. الحركة كيف، النزول والصعود كيف، الطول والعرض كيف، اللون والسمك كيف، الحرارة والبرودة كيف، الرطوبة واليبوسة كيف، وغيره. قديش في كيفيات؟ العلماء قالوا في 40 كيفية للأحجام، يوجد شو؟ 40 كيفية، يمكن عدينا 12. بس اختصارا شو بنقول؟ كل الكيفيات، كل ما هو صفات الخلق لا يوصف الله به، وهذا معنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ذكرنا لكم البارحة الضلال الذي ينشره فرقة المشبهة، مش هيك؟ ذكرنا ولا لا؟ هذا الكتاب مسمينه المختصر في التفسير، بل هو شو بتسميه؟ المختصر في التحريف، يحرفون معاني القرآن. ذكرنا لكم أنهم قالوا عن الله، عن آية الكرسي ماذا يقولون؟ قال وهو، عن الكرسي، وهذا كفر صريح، موضع قدمي الرب. قال عم بيفسروا القرآن، هل هذا تفسير للقرآن؟ هذا تحريف. الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض،
المسلم ماذا يعتقد في الكرسي؟ مخلوق من خلق الله، خلقه الله، هذا المخلوق أكبر من السماوات والأراضين السبع. شو فسروه؟ قال هو موضع قدمي الرب، وصف الله أنه له قدمين ويضعهم على شو؟ على الكرسي. هذا نسب إلى الله شو؟ مش كيفية واحدة، كيفيات الجلوس والقدم والعياذ بالله. وبعد شو بيقولوا لك؟ وينزل كل ليلة. شو هل هذا ليس من الإسلام؟ هذا ما علمه الرسول. هدول من سوء فهم، دير بالك، سوء فهم الناس أو سوء الفهم بالعموم، بلية من البلايا، لأنه بسوء الفهم بيوصلوا لهذه النتائج اللي هي كفرية. هذا الكلام من أين جاءوا به؟ ما جاء لا في آية ولا في حديث، ينسبونه هيك، تركوه مرسل، ما نسبوه إلى أحد في هذا النسخة. في بعض النسخ يفترون على بعض أهل العلم وهن بريئين، ما حدا قال هكذا كلام. وهذا ما ذكرناه البارحة أيضا، كتاب أحمد بن تيمية شرح حديث النزول الذي يقول بزعمه عن الله ينسب إليه القعود والجلوس، ويقول بعد ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث والأخبار كحديث جعفر. وبتنزل هي حاطين هامش، تنزل على الهامش طلع شو؟ هل هو كلام الرسول؟ هل هو كلام جعفر؟ كلام مين طلع؟ امرأة حبشية من الحبشة، أهل الحبشة لما هاجر جعفر إليهم شو كانوا؟ كانوا نصارى، وعقيدة النصارى هذه، نحن مسلمين منا نصارى، فيستشهدون بقول حبشية مجهولة ويفترون ويكذبون. شو بيقول؟ كما دلت على ذلك الأحاديث والأخبار كحديث جعفر. تاع يا منظوم، وين حديث جعفر؟ أنت بنفسك كاتبه، عم يحكي عن امرأة حبشية قالت كلاما. ماذا قالت؟ قالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي. شوف سوء ظنهم وسوء فهمهم. أولا لا الرسول قال ذلك، بس شوف قالوا فوق كما دلت على ذلك الأحاديث، شوفوا التدليس والكذب. شو بعدين قالوا؟ والأخبار كحديث جعفر. طيب هات حديث جعفر لنشوف وينه. قال أنه امرأة حبشية قالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي. هل هذا حديث جعفر؟ هل هذا من كلامه؟ حطيت كلام بتمه للرجل رحمه رضي الله عنه، ما قاله، إنما قالته امرأة حبشية من الحبشة، وكانوا على شو في ذاك الوقت، وهكذا عقيدتهم. أما عقيدة الإسلام ليست هكذا. ودير بالك، ألا يحتمل كلامها حتى أنها تقصد بها ملك الحبشة أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي؟ إنه ليس الملك الحبشة كان له وقت يجلس ويحكم بين الناس. ليك سوء فهمهم وسوء ظنهم، حملوه على مين؟ على الله. شو لحتى لي يموهوا ويفتنوا الناس عن دينهم؟ شو بقالوا؟ كما دلت على ذلك الأحاديث والأخبار كحديث جعفر. قبحهم الله. شوفوا افتراء وتدليس وكذب واضح، هذا ليس من ديننا. فالله نؤمن به أنه موجود بلا كيف، قال ليس كمثله شيء، اللي له قدمين شو بيكون؟ مثله أشياء، بل كل البشر مثله. والقرآن حق. أما الذي يقول لك الرحمن على العرش استوى، نقول الله قال استوى، ما قال جلس، قال استوى. والاستواء شو له؟ أكم معنى؟ 15. خلينا نعد نحن وإياكم. قهر، من معاني استوى قهر، قهر تليق بالله. ليش تركوها؟ لأنه أشربوا في قلوبهم التشبيه. قهر من معاني
استوى وتليق بالله، لأنه من أسماء الله شو؟ القاهر والقهار. هل من أسماء الله الجالس؟ حاشا لله. تركوا كلمة معنى قهرة، من معاني استوى قهرة وحفظ وسيطر واستولى، وهدول الأربعة تليق بالله. من معاني استوى، إذا الطبخة تعيتك شو بتقول عنها؟ استوت. ولما الشمس بتصير في وسط السماء استوت. ولما واحد في بعض الناس بيقول لك لما يطعم بيقول لك أنا استويت. طيب لما نقف في الصلاة شو بنقول نحن؟ استوى. شفتوا شي حدا جلس؟ حدا شفتوه مسلم في الدنيا لما يقال له استوى بيقعد؟ لأنه بيعرف أنه هون معناه تمنى، معناه تقعد سوي الصف. هن شوف من سوء فهمهم وسوء شو، والعياذ بالله، سوء ظنهم. الله يقول الرحمن على العرش استوى، هن ماذا يقولون؟ جلس. وجعلوا الكرسي موضع قدميه، لأنه يعتقدون أن الله جسم، والعياذ بالله. هذا تكذيب لصريح القرآن. أصرح آية في القرآن في تنزيه الله شو هي يا أخواننا؟ وين؟ بأي سورة؟ سورة الشورى، آية رقم 11. احفظها، لما تلتقي بمشبه من هيدول شو ما طلع شو ما نزل شو ما حكى، هذه الكلمة تكفيك. هذه الآية أصرح آية في تنزيه الله عن الشبيه والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبينت الآية أن سمع الله لا يشبه سمعنا، وبصره لا يشبه بصرنا. فالإيمان بالله هو أصل الواجبات، ويكون بأن تؤمن أن الله موجود على ما يليق به، موجود بلا كيفية ولا كمية. الكمية هي الحجم، الله لا يوصف بالحجم ولا بالجسم، هو خالق الأحجام والأجسام، وهو الأحد. ما معنى الأحد؟ الذي لا يقبل القسمة، أي ليس حجما ولا جسما. هذا معنى الأحد في حق الله. طيب شو كمان؟ الله تعالى هو خالق المكان. يا أهل العقل قولوا، خالق المكان أليس كان قبله؟ أكيد. أليس كان موجودا بدونه؟ أكيد، لأنه هو خلقه. خالق المكان لا يحتاج إلى المكان. خالق السماوات لا يحتاج إلى السماوات، كان قبلها بدونها. خالق العرش كان قبله بدونه. الله عز وجل لا نستطيع أن نتخيله، ولا نستطيع أن نتخيل وجوده. كل شيء بتتخيله ببالك هذا شو؟ مخلوق. أنت نفسك روحك لا تحيط بها علم. شو بتعرف عن روحك؟ شو بتعرف عن روحك اللي هي جوات جسمك شو؟ فكيف تريد أن تحيط علما بربك؟ الله تعالى معرفتنا به ليست من باب الإحاطة، إنما نعرف ما وصف به نفسه. قال ليس كمثله شيء، نعتقد به أنه ليس كمثله شيء. الله قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا نشبهه بخلقه. هذا معنى فلا تضربوا لله الأمثال. هم هدول ما تركوا مثل إلا وضربوه في حق الله. وتعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأول الواجبات شو هو؟ الإيمان بالله وبما جاء عن الله. شو يعني وبما جاء عن الله؟ يعني وبما جاء عن الله من الأخبار، وبما جاء عن الله من الأخبار. أليس الله أوحى بالقرآن وبين أوامر ونواهي؟ فنؤمن بما جاء في القرآن. وأيضا الإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله، هذا أيضا من الواجبات القلبية. وهو مع الإيمان بالله هو
أصل الواجبات وأفضل الأعمال، كما قال الرسول: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بما جاء عن رسول الله، شو يعني؟ نؤمن بالأخبار التي جاءت عن رسول الله أنها حق. أخبر الرسول كما ذكرنا في درس سابق عن معنى الشهادة الثانية، وفصلنا ماذا أخبر الرسول. أخبر عن عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال الملكين منكر ونكير والبعث والحشر والحساب والثواب، كل هذا نؤمن ونصدق. أخبر أنه في سبع سماوات، تصدق بذلك ولو أنت ترى فقط الأولى، ولكن في فوقها غيرها ستة كل سوى قديش؟ سبعة. اعرفوا أيضا أن من الواجبات القلبية الإخلاص. انتقلنا إلى واجب آخر هلأ. من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص. شو يعني الإخلاص؟ إخلاص النية من أن يقصد بها عند العمل الصالح محمدة الناس، هذا معنى الإخلاص. يعني إذا عملت عمل صالح إياك أن تقصد بذلك محمدة الناس. يعني محمدة الناس يعني مدح الناس، مدح الناس. من قصد بعمله الصالح مدح الناس، شو بيكون عمل؟ عصى. عصى ليش؟ لأنه هذا اسمه رياء. الرياء من معاصي القلب. الإخلاص أن لا ترائي. واجب عليك أن لا تقصد مدح الناس، أن لا تقصد شو؟ مدح الناس. إذا عملت عملا صالحا فطرت صائما، لا تقصد محمدة الناس، لا تقصد بذلك أن نظر الناس إليك بعين التبجيل والتعظيم. إذا فعلت خيرا الواجب عليك أن تخلص. يعني أن تخلص أي أن تخلص النية من أن تقصد بها عند العمل الصالح محمدة الناس والنظر إليك بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. والإخلاص عمل قلبي يا أحمان يا أحبابنا، الإخلاص عمل قلبي. والقلب ليش اسمه قلب؟ لأنه يتقلب، يتقلب شوي، سريع التقلب. بدك تراقب قلبك، قد تكون بدأت بعمل نيتك فيه لله بس ضحك عليك أبو مرة. من هو أبو مرة؟ الشيطان. قال لك ليك كيف عم يمدحوك، ليك كيف مبسوطين فيك. فإياك أن تنتقل بعد ذلك إلى الرياء. راقب قلبك، راقب قلبك، فالقلب سريع التقلب. والرسول سمى الرياء، سماه الشرك الأصغر، قال: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. سمى الرسول الرياء الشرك الأصغر لأنه شو؟ لا يخرج من الإسلام. من رأى في عمل صالح ما كفر، ولكنه قصد مع هذا العمل الصالح أن يمدح من الناس. هل له ثواب؟ ما له ثواب. لو صرف مليون يورو، لو صرف 100 مليون وقصده مدح الناس، ما له ثواب، ذرة ثواب على هذا العمل ما له، بل عليه شو؟ ذنب كبير، معصية كبيرة. فانتبه، إذا قرأت القرآن، إذا أذنت، إذا صمت، إذا حججت، أي عمل تفعله من الخيرات شو بتعمله؟ لمين؟ وتخلص لله، لا ترائي. من الواجبات القلبية الندم على المعاصي. التوبة واجبة يا أحبابنا، ومن أركانها بل ركنها الأكبر الندم. الندم شو؟ ركن قلبي. شو يعني الندم؟ يعني أن تستشعر الأسف أنك عصيت، إن عصيت. هذا واجب. واجب من شو؟
من الذنوب إذا عصى الإنسان بأي معصية كبيرة صغيرة كانت يجب عليه أن يتوب. والتوبة لها أركان، ركنها الأكبر من أعمال القلوب شو هو؟ الندم. والندم ليش بيكون؟ لأنك عصيت ربك. ندمك ليش بيكون؟ مش لأجل الفضيحة، كاميرا لقطوني صوروني صار يبكي، ليش عم تبكي يا أخونا؟ والله كشفوني وأنا وعم بسرق مثلا. بكاؤه ندمه ليش؟ لأنه تصور وحطوه بالإذاعات فضح. هل هذا هو الندم اللي عم نحكي عنه أنه واجب؟ الندم الذي هو ركن من أركان التوبة شو بده يكون؟ ندمك لأجل أنك عصيت ربك، تجاوزت حدك. مين أنت يا فلان لحتى تعصي رب العالمين؟ من أنت؟ واحد يلزم حده، مين أنت لحتى تعصي ربك الذي خلقك؟ في بعض الناس هيك بتلاقي شو؟ والعياذ بالله، بتلاقي بعض الناس شفتوا التمساح؟ التمساح شو بتعرف عن جلده؟ سميك. في ناس بيقولك تمسح، شو يعني ما عاد عنده؟ لا، يعصي وعينه جئرة، يعصي شو عم يضحك بوقاحة. المسلم ماذا؟ إياه أن يكون هكذا. طيب إن عصيت شو بتعمل؟ تتوب إلى الله، والتوبة واجبة، ومن أركان التوبة الندم. الندم وين بينعمل؟ بالقلب، وهذا واجب من واجبات القلب. ومن الواجبات القلبية التوكل على الله. من الواجبات القلبية شو يا أحبابنا؟ التوكل على الله. شو يعني التوكل على الله؟ إنه هيك بتجيب صورة مكتوب على الله توكلنا وتحطها بالصالون، شيء حسن اعملها، زين بيتك فيها. بس قلبك بده يكون دائما واثق بالله، هذا معناه التوكل. أن تثق بربك في أمور معيشتك، في أمور رزقك، في أمور حياتك، يكون اعتمادك الحقيقي على مين؟ على الله. توكلك على مين؟ على الله. قلبك واثق بربك، هو خالق كل شيء، هو خلق كل شيء، هو خالق المنافع والمضار، هو النافع على الحقيقة. شو يعني النافع على الحقيقة؟ يعني هو من يخلق النفع. أما البشر بينفع بعض على معنى السبب. فيني انفعك وفيك تنفعني، فيني اطلب منك تنفعني، فيني اطلب منك منفعة، فيني اطلب منك ما بكون اشركت. تبهنا؟ هذا مسموح، ولكن اطلبها منك على اي معنى؟ على انك سبب في ذلك، ولست انت خالقا للمنفعة. من الذي يخلق؟ الله عز وجل. من هو الذي يخلق المنافع؟ الله، هو خالق كل شيء. ومن هنا نبين أنك لو أخذت بالأسباب ما في عليك ضرر. شو يعني ما أخذت بالأسباب؟ يعني مثلا مرضت، فرحت عن شو؟ دكتور. هل هذا مسموح في الشرع؟ هي مسموح. هل هذا حرام أن تروح تتداوى بشروطه التي واردة في الشرع؟ لا، فهذا مسموح. هل أشركت؟ لا، مع أنك تذهب إلى إنسان مثلك تقول له يا دكتور عيلتي هون هون هون، شو بيعطيك روشتة؟ بتروح على الصيدلي بيجيب الدواء وبتأخذ الدواء، مع أنه الدواء شو؟ شيء مخلوق. أما خالق الشفاء من؟ الله. هل هي حبة الدواء؟ لا. هل هو الطبيب؟ لا. طب فينا نروح لعنده؟ هل هذا يتعارض مع التوكل؟ لا. التوكل شو معناته؟ الاعتماد الحقيقي بالقلب على مين؟ على الله. ولكن يجوز لك أن تأخذ بالأسباب،
ومن الأسباب الله تعالى قال وابتغوا إليه الوسيلة. سامعين بالتوسل؟ ما ليش اسمه التوسل مأخوذ من هذا اللفظ؟ شو يعني لما تقول اللهم أعطني كذا بجاه النبي محمد، أو أتوسل إليك بنبيك محمد؟ هل هذا يجوز؟ يجوز، الرسول فعله وعلمه، وحديث التوسل ثابت ومعروف، رواه البخاري ورواه علماء الحديث وصححوه، حديث الأعمى المعروف وغيره. فالتوكل على الله هو الاعتماد الحقيقي على الله، الاعتماد الحقيقي على الله، فهو خالق كل شيء، هو خالق كل شيء. ودير بالك القدر الواجب عليك أن تعتمد على الله في أمور معيشتك، هذا القدر الواجب عليك. هل يجوز لك أن تأخذ بالأسباب؟ شو قلنا؟ يجوز، بس انتبهوا، التوكل درجات، وأعلى الناس قوة في التوكل مين؟ الأنبياء. ونضرب مثال على قوة توكلهم، إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم لما جمع قومه اللي كانوا على الكفر، جمعوا له وجمعوا الحطب والخشب والنفط وأضرموا النار الشديدة، مش بلحظة أضرموها، مش بيوم، بقيوا مدة طويلة عم شو؟ ايه بدوا النار شديدة، هو مربوط على المنجنيق بدوا يقذفونه وين؟ بالنار. جاء جبريل له قال له يا إبراهيم ألك من حاجة؟ فماذا قال إبراهيم؟ أما منك فلا. هل معناته أنه عم بيحرم سيدنا إبراهيم أنه يقول له يا جبريل ساعدني أو فكني أو كذا؟ لا، ليس تحريما، ولكن هو عالي في أمر التوكل، حتى من جبريل ما طلب. ماذا قال إبراهيم؟ قال له ألك من حاجة؟ شو قال؟ أما منك فلا. فماذا قال يا جبريل؟ فمن الله. قال أما من الله فنعم. قال ما هي؟ شو قال له؟ قال له هو عالم بحالي وغني عن سؤالي. فلما قذف، هنو عم يقذفوه بالنار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة فيها سر، حسبنا الله أو حسبي الله، يعني الله يكفيني، ما أهمني. ونعم الوكيل أي نعم من أتكل عليه هو الله. ألقي في النار، هل أحرقته؟ الله هو خالق كل شيء، وما جعل النار تحرق ولا شعرة من شعرات إبراهيم، ولا جلده ولا رمشه ولا عينه ولا ثيابه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شفتوا هذا قوة الأنبياء في التوكل. ودير بالك الرسول علمنا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. الطيور عند عقل يا جماعة، شوفوها كيف بتساوي بيتها، شوفوها كيف بتشبك هذا الشيء البسيط، كيف بتشبكه وتسويه مكان فيها تضع البيض فيه، هو على الشجرة ما بتوقع البيضة لتحت. شوفوها بتطلع من بيتها بطن شو؟ فاضي. تغدو خماصا، بطن فاضي، وتعود بطانة شبعانة. الله يلهمها هنا رزقك، تنظر هنا فتلاقي شيء تنزل تأكله. فعلى الله، أيوة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن الواجبات القلبية المراقبة لله. المراقبة لله شو معنى؟ تدير بالك،
المراقبة لله مش مثل ما أنت تقعد هلأ عم تراقبني، لا، المراقبة لله معناها استدامة خوف الله تعالى بالقلب. أي خوف؟ خوف الإجلال والتعظيم الذي يحملك، الذي يجعلك أنك لا تعصي الله ولو كنت في خلوة. هذا معنى المراقبة لله الذي هو واجب من واجبات القلب. في بعض الناس مش دائما عنده ذلك، مع أنه هذا واجب. مرات إذا خلى لحاله بيعمل شو؟ النقائص، بيعمل المحرمات، بيعمل الموبقات، بيقولك ما حدا شايف. أو إذا راح بيقولك، في بعض الناس بيروح أورلو بيقولك يلا ما حدا شايفنا ولا عرفنا، فبيزبلش اللي كشف عورة واللي صحبة محرمة واللي خمر واللي كذا، لك ما حدا عارف حدا هون. هذا عنده مراقبة لله في ذاك الوقت. المراقبة لله شو هي؟ التي تكون في قلبك وتحملك، تجعلك على أنك دائما على ذكر أن الله يراك مطلع عليك، فتخجل وتستحي من أن تعصيه. ومن الواجبات القلبية الرضا عن الله. شو يعني الرضا عن الله؟ يعني الرضا عن تقدير الله، هذا معناه. شو يعني الرضا عن تقدير الله؟ يعني أن تسلم لله ولا تعترض عليه. شو؟ أن تسلم لله وأن لا تعترض عليه. واضح؟ هذا واجب من واجبات القلب، التسليم لله وترك الاعتراض. دير بالك ليس لك أن تعترض على الله فيما شاء وقدر وخلق. فإذا قدر عليك الفقر ليس لك أن تعترض على الله. من اعترض على الله شو صار فيه؟ كفر. شو يعني اعترض على الله؟ يعني نسب إلى الله السفه. كأن قال بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون شو يا ربنا ما شايف غيرنا؟ شو قصتك؟ كانوا عم يحكي شو؟ مع صاحبه والعياذ بالله. هل هذا بيكون مسلم؟ لا. فانتبهوا، لا، من أنت لتعترض على الله؟ الله هو خالق كل شيء، خلقك وكل ما تملك. فإذا أعطاك النعمة ليس واجبا عليه أن يعطيك نعمة، إذا منعك من نعمة ليس واجبا عليه أن يعطيك إياها، وليس ظلما منه. الله فعال لما يريد، الله فعال لما يريد. لا تعترض على الله لا بالقلب ولا باللسان ولا بالفعل. في بعض الناس بلسانه ما استرجى يحكي، بس بقلبه ما رضي عن الله، بقلبه والعياذ بالله نسب إلى الله بقلبه أنه ظالم، يعتقد هكذا، أو أنه لا يتصرف بالحكمة، ما حكى بس بقلبه هيك اعتقاده، هل بيكون مسلم؟ لا. فانتبهوا، لو مات أولادك كلياتهم بيوم بلحظة ليس لك أن تعترض على الله. لو خسرت مالك، لو مثل ما بيقولوا فرمتك، إجت شيء هيك حادثة، إيدك طارت ورجلك طارت، عينك انبخشت، أسنانك تكسروا، نزل عليك بلاء شديد، ليس لك أن تعترض على الله. الله يفعل ما يشاء، الله فعال لما يريد. شاء في الأزل أن يكون قسم من الناس منعمين وأن يكون قسم من الناس غير منعمين، فكان كما شاء الله حصل، فهو فعال لما يريد. فمن أعطاه الله تعالى نعمة، ودير بالك أنت مش ما عندك بس نعمة، عندك نعم، إذا فاتتك نعمة يبقى عندك شو؟ نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ويجب أيضا من واجبات القلب تعظيم شعائر الله. تعظيم شو؟
شعائر الله. مثل شو شعائر الله؟ أعطونا مثال. مين قال المساجد؟ صحيح. الحج، رمضان، صيام، الصلاة، الزكاة، الجمعة. دير بالك لح اختصر لك إياها. كل ما هو ظاهر من أمر الدين يسمى شعيرة، كل ما هو ظاهر من أمر دين الإسلام فهذا شعيرة. فيك تقول له شعائر الدين أو شعائر الله، يعني شعائر دين الله. طيب مثل شو قلنا؟ العيد اللي نحن مقبلين عليه. فعليك أن تعظم شعائر الله، المساجد لا تقذرها. الواحد يعلم كمان مين؟ أولاده، أنه دير بالك المساجد لها أحكام، لا تقذر، ما بتتوسخ لا بمخاط. في بعض أولاد شو بتلاقي صغار ولا يكتب عليه، بس شو الأهل بيعلموه؟ أنه ما بتشيل من منخارك تحط هون وهون بالمسجد، لا تبصق. تبهنا؟ ففي أشياء ليس للإنسان أن يفعلها في المسجد. إذا شو عمل مثلا؟ أخل بتعظيم المسجد كأن قذره أو نجسه، هذا حرام. الواجب على المسلم شو يعمل؟ أن يعظم شعائر الله. شو يعني يعظم شعائر الله؟ أن ينزلها المنزلة التي أمر الله بها، لا يتهاون في أمرها. فدير بالك عن عيد الفطر وعيد الأضحى من شعائر الله. ما فيك تقول عن العيد، عيد المسلمين، ما فيك تقول عنه بشع. اللي بيقول عنه بشع هل بيكون عظمه؟ لا، استخف به. ما فيك تقول، تبهنا، من استخف بشعيرة. دير بالك هلا عم نحكي شيء مهم. في شيء أمرين، في شيء اسمه استخفاف، في شيء اسمه استهانة. الاستخفاف بشعائر الله كفر. كيف بتعطي مثال؟ مثلا من سب الكعبة، الكعبة من شعائر الله، الذي يسبها شو عمل؟ استخف بها وخرج من الإسلام. الذي يسب الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة شو صار فيه؟ كمان خرج من الإسلام. الذي يسب العيد كما ذكرنا، أو الأذان، سمع الأذان فصار يشتم الأذان والعياذ بالله بألفاظ قبيحة، فهذا استخفاف، هذا كفر. أما الاستهانة بتكون أقل من الاستخفاف. مثل ما أعطينا مثال، إجا واحد وحط بأرض المسجد قذر مخاط، عمل بلغم وبزق بالأرض، هذا منه استخفاف، هذا استهانة أقل. هذا شو؟ حرام، ليس كفرا. هذا شو؟ حرام. طيب مثال على الاستهانة، المصحف. هذا منه مصحف، هذا عاملينه مثل شكل المصحف، هذا حذرناكم منه، ما فيه من ما هو تحريف للقرآن. بس لو كان مصحف فقط فيه القرآن، ايه، ما فيك تحمله من دون وضوء. فمن حمله بلا وضوء، هذا مثال على شو؟ الاستهانة. هذا ليس كفرا، هذا شو؟ حرام، عند الشافعي وغيره. ولكن بعض العلماء أول الآية والحديث فأجازوا، يعني هذا ليس أمر متفق عليه عند كل الأئمة، أمر حمل المصحف من دون وضوء. بعض العلماء أجازه، تبهنا. ولكن الإمام الشافعي ماذا قال؟ فسر الآية، لا يمسه إلا المطهرون. طيب، فيجب تعظيم شعائر الله، فيحرم الإخلال بذلك والاستهانة بها. ومن شعائر الله شو ذكرنا؟ المساجد وغيرها. قال والشكر على نعم الله، من الواجبات القلبية الشكر على نعم الله. شو يعني الشكر على نعم الله؟ أنه هو الشكر الواجب، أن لا تستعمل نعم الله في معصيته، هذا هو الشكر الواجب.
عد عندك بصرك شو نعمة عظيمة. طيب إذا بدك تحس فيها أكثر غمض عيونك وطلع لبرا، غمض هيك وطلع، بتفوت مش بحيط، بتفوت بالحيطان. بيصير بفوت بالإزاز. فإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك شو؟ أغمض عينيك، ها غمض وامشي. شو بتلاقيك؟ خايف، ما عارف حالك، وبدك تدعس. فنعمة عظيمة شكر الله عليها أن لا تنظر إلى الحرام، هذا واجب، هذا واجب أن لا تنظر بهذه العين التي أعطاك الله إلى الحرام. طيب شو كمان؟ اليد شو نعمة أن لا تفعل بها الحرام. طيب هنا قلبك نعمة أن لا تعصي بقلبك، وبكرة رح نبين شو هني معاصي القلب. طيب رجلك، سمعك، لسانك، في بعض الناس قد يقال بدن لسانه والعياذ بالله يكفر، والعياذ بالله كأنه عم يمزح، عم يلعب. فالشكر الواجب على نعم الله شو تعمل؟ ماذا تفعل؟ أن لا تستعمل نعم الله في معصيته، هذا شكر واجب. أما أن تقول بلسانك إذا سئلت كيف حالك يا فلان الحمد لله، هذا شو اسمه؟ شكر مندوب مستحب. أما الشكر الواجب ما هو؟ أن لا تستعمل نعمة من النعم في الحرام، هذا شكر واجب. ومن الواجبات القلبية الصبر، راح اليوم نوقف عند الصبر، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر وأن يلهمكم الصبر علي كمان حتى ما تزعل. من الواجبات القلبية شو؟ الصبر. الصبر كثير أنواع كثير، بس ثلاث أنواع منه فرض عليك، عد عندك. الصبر على أداء الواجبات هذا واجب، كل واجب فرضه الله عليك فرض عليك تفعله وأن تصبر على فعله. شو كمان؟ الصبر على ترك المحرمات. الله حرم عليك أمور، المحرمات مش بس حرام واحد، بالمئات. طيب فرض عليك أن تلزم نفسك، هذا معنى الصبر، أن تقهر نفسك وأن تحبسها عن أن تفعل الحرام. لو نفسك تاقت لذلك، لو نفسك اشتاقت، في بعض الناس نفسه تطلب الحرام، هو شو بده يعمل؟ بده يلزمها، بده يصبر على شو؟ فعل المحرمات. هذا الصبر الثاني. الصبر الثالث والصبر على ما ابتلاك الله به، ينزل عليك بلاء بتقدير من الله، الله هو خالق كل شيء وكل ما يجري في هذا العالم بتقدير الله. فشو بنعمل؟ نصبر ولا نكفر. في بعض الناس إذا انخمشت سيارته الجديدة والعياذ بالله بيصير يسب الرب، سامعين فيهم هدول؟ في بعض الناس شو بدنا نقول لهم هدول؟ شو بتلاقي والعياذ بالله أي شيء صار له، انخمشت سيارته، حدا دعس على أجره بالغلط، حدا لكشه، وقعت حجرة على راسه، يبدأ بماذا؟ بالكفر والعياذ بالله. ليس لك، لو مثل بيقولوا انطحنت طحن، لو انعجنت عجن، ليس لك أن تكفر بالله. فعلى الإنسان أن يصبر على أداء الواجبات وعلى اجتناب المحرمات وعلى البلاء على ما ابتلاك الله به. بغض المعاصي كمان واجب يا أخواننا.
بغض المعاصي واجب، فرض عليك أن تكره الحرام، أي حرام فرض عليك أن تكرهه سواء منك حصل أو من غيرك. فكيف بالكفر؟ عشان هيك مرات تلاقونا نحتد شوي ونط نعلي صوتنا شوي بحرقة، ليش؟ على بعض الناس الذين ينشرون الكفر باسم الإسلام. إيه هون إيه إذا علي صوتي اعذرني، وأنت مطلوب تعلي معي مش ضدي. واحد يقع في أكبر الحرام وهو الكفر والعياذ بالله، يشبه الله بخلقه، هذا يجب عليك أن تكره ذلك. وكل أنواع الحرام يجب علينا أن نكرهها وأن نحذر منها وأن ننكرها. شعني ننكرها؟ الإنكار معناه أنه قادر توقفها توقفها، ما قادر توقفها تحذر منها، ما قادر لا هاي ولا هاي، أن تكره ذلك بقلبك. هذا معنى الإنكار بالقلب، أن تكره الحرام بقلبك. طيب في بعد عنا أمر واحد فينا نخلص، نكون خلصنا الموضوع. محبة الله ومحبة كلامه ومحبة رسوله ومحبة الصحابة والآل والصالحين، هذا فرض. أرجع عيد، محبة الله شو؟ فرض من واجبات القلب، فرض عليك أن تحب ربك. ومحبة الله كيف تكون؟ بتعظيمه. هل الذي سب الله بيكون معظما له؟ لا، بل كافر به. أن ماذا تفعل؟ تعظم الله بقلبك دائما في كل آن وحين، عند الرضا، عند المرض، عند الشدة، عند الرخاء. طيب، محبة كلامه، مراد هنا شو؟ نحب صفة كلام الله الذاتية التي هي ليست حرفا ولا صوتا ولا لغة، نعظم كلام الله ونعظم أيضا القرآن، يجب تعظيم القرآن، هذا معنى محبة القرآن. ومحبة رسوله، أن تحب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء، موسى وعيسى وإبراهيم وكلهم من آدم إلى النبي محمد، نحبهم نعظمهم، لا ننسب إليهم ما لا يليق بهم. بل إذا سمعنا من يفتري على الأنبياء شو بنعمل؟ ندافع عنهم بتبرئتهم مما نسب إليهم. محبة الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما الأكابر، لا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا قال الله عنهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف لا نحبهم؟ وهم من نصروا الدين ونشروا الدين وكانوا مع رسول الله حين تخلى عنه من هو من أقرب الناس إليه وعاداه القريب. هم شو الصحابة؟ نصروا الرسول، دافعوا عنه. انتبهنا؟ كمان هون اعذرونا إذا قلنا في بعض المفترين قبحهم الله، يفترون علينا أنه شو نحن لا نحب الصحابة. ليك ماذا نعلم؟ هذا ما في كتب شيخنا. في بعض الناس بيقول لك، بيقول لك هدول ما بيحبوا الصحابة، بعضهم يقول هدول بيسبوا الصحابة. أعوذ بالله، منهم من هم في منهم، هنا في منهم يفترون علينا هذا الكذب الواضح الصريح. نحن نذكر الصحابة ونعلق قلوب أولادنا بهم، وفي مش فقط يعني في صلاة الجمعة نترضى عن، في خطبة الجمعة ما بتسمعون عمول ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مرات بنزيد أكثر، وعن زوجات، وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين. بعض الناس كمان يفترون علينا أنه نحن نطعن بالسيدة عائشة. جيب لي يا هدى لهون، وين هذا الكذاب المفتري؟ وين؟
أين متى؟ في بعض الناس لحتى ينفروا الناس منا ماذا ما وجدوا قوة يعني بيجي وش بوش فبيصير مثل ناس خلف الحيطان يفتري ويكذب. نحن تعلمنا ونعلم أن محبة الصحابة شو واجبة، شو يعني؟ يعني فرض. بغضهم شو حرام، بل من بغضهم جملة كل سوى كفر. الذي يبغض كل الصحابة هذا خرج من الإسلام، فهذا ما نعلمه للناس، محبة الصحابة واجبة وبغض الصحابة حرام. إذا أبغض أحدهم عصى، وإذا أبغضهم كلهم خرج من الإسلام، هذا ما نعلمه للناس. ومحبة الآل، منهن الآل؟ زوجات النبي من الآل، ومين كمان؟ أقرباء النبي المسلمون كمان آل النبي، فالآل يدخل فيها زوجات النبي ومين كمان؟ أقرباؤه صلى الله عليه وسلم، تجب محبتهم، انتبهنا؟ وتجب محبة عموم الصالحين، من عرفته صالحا إياك أن تبغضه، من عرفته صالحا إياك أن تبغضه. لأن ورد في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بارك الله بكم. نذكر بغدا، شو في عنا بكرة؟ أيوة، التماس ليلة القدر بإحياء ليلة 27 منه، بكرة من الساعة 9:30 إن شاء الله، وسنبقى إلى وقت السحور ونتسحر مع بعض إن شاء الله. للرجال والنساء، نختم بلا إله إلا الله.